هنروح لخبر في الاسكواش. مصطفى عسل كان بيلعب بطولة نت سويت، البطولة اللي هي في أمريكا. دي صورة طبعا مصطفى عسل، للأسف اتصاب في كتفه وما قدرش يكمل الماتش، وانسحب في الشوط الثالث بعد تدخل الفريق الطبي واللي فضلوا انه يريح وما يلعبش الماتش اللي جاي. طبعا حزن شديد، اصابه جامده، يمكن دي اول اصابه في حياته مصطفى. ومصطفى عنده امل ان الاصابه تبقى مش كبيره عشان يقدر يلحق البطولات، بس الالم والشكل كده الاصابه ممكن تبقى قويه. نتمنى ان هي تبقى على قد شد او مزق، واكيد هنطمن منه. وطبعا دلوقتي في مرحله انه يطمن على نفسه، اول ما يطمن على نفسه ان شاء الله اكيد هنجيبه معانا وهنطمن عليه ونطمنكم عليه. مصطفى عسل يعني اكيد ان شاء الله الاصابه مش هتعطلك يا مصطفى، انت لاعب عندك عزيمه، سنك صغير 21 سنه ان شاء الله. وارد جدا، وارد جدا الدنيا الرياضه على الحلوه والمره، يعني وارد جدا تاخد بطولات والناس كلها او تبقى زي ما خدت بطوله العظماء، ما حدش كان عامل حسابه خالص وما حدش كان حاسب كده، وجت بفضل الله سبحانه وتعالى. فلازم نتقبل الاصابه بصدر يعني برضا، برضا كامل، لان ده جزء من ارادتنا، وكل حاجه يكتبها ربنا اكيد خير. نتمنى لك ان شاء الله تكون احسن، وهنعرف منه وهنطمن عليه الاخبار، وهنقول لكم يعني اخباره ايه ان شاء الله قريبا.